يدفعوا كفايه خير عادي واستحقوا اللقاء يعني. طيب معانا نجم كبير يعني، نجم كبير جدا يعني، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي والوزير الاسبق للرياضه المصريه الكابتن الكبير طاهر ابو زيد. منور الدنيا يا كابتن. اهلا يا ميدو، ازيك؟ اهلا بيك، منورنا يعني، وبنسعد بالحديث معاك. كابتن ربيع ياسين، كابتن اسامه عرابي، كابتن سمير كمونه بيبلغوك تحياتهم. خليني طبعا ابعت لهم التحيه والتهنئه، لان الاهلي هو ممثل الان، واخد بالك، في قناه الاهلي في دول. هو طبعا كل نجوم الاهلي بيمثلهم الثلاثه الجمال اللي عندك دلوقتي، سواء كان الكابتن ربيع ياسين او سمير كمونه او اسامه عرابي. وحضرتك كمان يا كابتن يعني نورتنا كمان وزدت الاستوديو جمال. عايز اقول طبعا الاهلي يبقى هو الاهلي. اكيد. الاهلي يبقى هو الاهلي، الفانيلا الحمراء ليها رصيد كبير جدا يميد وبيظهر في الازمات. اكيد يا كابتن. يعني برغم تشاؤم البعض، والبعض تحدث على ان المباراه انتهت بعد نتيجه المباراه الاولى في برج العرب، انما الحقيقه الاهلي العظيم هزم كل التوقعات. اكيد. هزم كل المتربصين وكل المتشائمين، واثبت انه معدن نفيس ومعدن مختلف تماما، ودي اقل شيء يقدمه اولادنا لجمهورهم العظيم. الجمهور في الحقيقه اللي كان في برج العرب نموذج رائع لجماهير محبه لناديها. الجمهور اللي ودع لاعبيه قبل السفر بساعات وهو زائره بيسمع مصر كلها قبل ما يركبوا طائرتهم بتاعها. اكيد. النهارده هو يوم مصر، مش يوم النادي الاهلي بس. والحقيقه يعني عايز اقول ان ده يعني احنا حققنا بطولات كتيره جدا. والنجوم اللي عندك دي ساهمت في بطولات عديده، وخصوصا ربيع واسامه عرابي، دول من اكثر اللاعبين اللي حققوا بطولات في تاريخ النادي الاهلي. اكيد. النهارده يوم مختلف. النهارده يوم يعني تاريخي، النادي الاهلي وسط كل الظروف دي، وسط تحكيم ظالم فاسد يعني مستفز، وبيقدر ان هو يحول الخساره الى مكسب. وسط كثير من المتشائمين والمتربصين، الحقيقه النهارده ربنا خذلهم، ربنا النهارده خذلهم امام الجميع، وحول دعوات المخلصين والمحبين والمنتمين لهذا النادي العريق الى فوز مستحق، وفوز كبير، وفوز في الحقيقه اسعد صدورنا جميعا. وانا لو سالت الثلاثه اللي قدامك دلوقتي يا ميدو، وسالت نفسك ان 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 النهارده يوم يساوي بطولات كتيره جدا حققناها في تاريخ النادي الاهلي. بتفق معاك تماما يا كابتن طاهر. كل الاهلاويه المخلصين قوي حاسين بكلامك، وكل الكلام اللي حضرتك قلته ده كنا حاسينه، وده اللي كان مخوفنا قوي من مباراه اليوم. لا، وخليني كمان احيي المجلس العظيم، مجلس محترم ورئيسه رئيس محترم، ربنا كمل مجهودهم في الحقيقه، والجهاز الفني الرائع اللي صمد لاخر دقيقه، ولاعبتنا اللي تمسكوا بروح المكسب برغم الظروف الصعبه وبرغم التحكيم اللي انا بقول، عارف التحكيم النهارده يا ميزو هو اللي كسبنا. النهارده انا هقول حاجه جديده فكروا فيها كلكم. حكم اليوم هو اللي كسب النادي الاهلي، عارف ليه؟ دخل الاهلي في تحدي. لا، لانه طمن لاعيبه الترجي يا ميزو. هو من كتر فساده طمن لاعيبه الترجي ان هو حاميهم، كده كده هيكسبهم، مش حلو. عارف ان في ربنا اكبر منه. حلو قوي يا كابتن، حلو التعبير ده قوي. وبالتالي خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى يعني قال في 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 كتابه الكريم: وما يحيق المكر السيء الا باهله. حلو قوي. الحكم اللي كان بيحيق بالمكر للعيبه النادي الاهلي وبعض المتربصين من الخارج، كان ربنا اكبر منهم، وفرح المصريين، وفرحكم انتوا في الاستوديو، وفرحنا انا اكيد. أنا حضرت المباراة مع أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر، مهما أقول لكم مش هقول لكم الفرحة كانت عاملة إزاي، ولا أقول لكم الناس قد إيه، الناس بكت من الفرح. هو ده الأهلي، وهو ده اللي هيفضل نموذج، وهيفضل صورة رائعة، ويظهر عند الشدائد وعند الأزمات. كل التهنئة ليكم، كل التهنئة
ربيع واسامه عرابي وسمير كمونه والمصر كلها. النهارده هو يوم مصر يا مين. شكرا جزيلا. شكرا كابتن طاهر. لا انا لسه عايزك كابتن طاهر لو حضرتك عندك وقت. طبعا. يعني حضرتك كلمت كلام انا كان نفسي يعني انهي بيه، بس انا عايز اعرف منك تفاصيل اكتر عن فنيات اللقاء. اتكلمت كلام بمنتهى الحكمه، يعني حللت نظريه الحكم اللي انا وصفتها. انا وصفت الحكم بالبجاحه التحكيميه للنادي الاهلي النهارده كان فيه. يا ميدو احنا قلنا كل حاجه يا ميدو. عايز يعني ادي فرصه الربيع واسامه وسمير. يعني قول لي بقى احساس كابتن طاهر اللي هو جمهور الاهلاوي. الكابتن طاهر خليه بقى بعيد عن سياده الوزير وكابتن طاهر وزير نجم الكابينه النادي الاهلي ومنتخب مصر. احساسك كمشجع اهلاوي كان ازاي؟ لا طبعا النهارده يعني الاحساس باهميه المباراه وان هي في وقت عصيب جدا وان هي نهائي مبكر وان هي بتوصل ان شاء الله لنهائي البطوله. اعتقد انك كنت بتتابعها كمحب اكيد، وطبعا بمعرفتك بولاد النادي الاهلي الحقيقيين الامل عمري ما فقدته في الحقيقه النهارده برغم الظروف الصعبه اللي مرت. حلو. وبالتالي يعني انا عشت 90 دقيقه في الحقيقه زي كل ولاد النادي الاهلي اللي مروا في تاريخه. احنا عشناها النهارده، يعني تمنينا ان احنا نكون في الملعب بدل التوتر الشديد جدا اللي كنا عايشه. اعتقد انتوا شفتوا المباراه في الاستوديو. احنا مش عايز اقول لك كان هنا في الدرجه الثالثه هنا. انا ما شفتكوش، بس انا متخيل شكلكم عامل ازاي، متاكد يعني. يعني بالتاكيد كنتوا عايشين معاناه كل اهلاوي عشان كنا حاسين بالكلام اللي حضرتك بتقوله يا كابتن طه. عموما وما يحق المكر السيء الا باهله يا ميدو، وان شاء الله باذن الله اولادنا يكملوا مشوارهم الرائع اللي بذلوه في الفتره اللي فاتت، ويفرحوا جمهورهم ان شاء الله باغلى بطوله، باغلى بطوله في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. يعني يا كابتن طاهر حضرتك كلمت كلام مهم جدا وحلو جدا، نفسي يعني اطول معاك في الكلام بس مش عارف انت عايز تقفل ليه. احنا بنصدق عايز ادي فرصه الربيع احنا قاعدين للصبح. انا عايزهم يعلقوا على الكلام ده. هنعلق اكيد يا كابتن. كلام مهم جدا قلت فيه. طبعا سمير لا تنقصه الجرأه، يعني سمير ده وحش يعني. كلام مهم جدا قلت فيه كلام كتير بين السطور. احنا رجله اجمد مني شويه. لا يا كابتن مارادونا النيل منورنا والله. لا انا بس خليني اكرر التهنئه تاني لربيع واسامه وسمير كمونه ميدو في الحقيقه، لان دول زي ما بيقولوا وجوه مضيئه في تاريخ النادي الاهلي. الله يخليك. شكرا يا كابتن. اسامه وربيع دول لوحدهم قصه كبيره جدا جدا. الله يخليك يا استاذ. الله يخليك. متشكرين جدا. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن طاهر، ونورتنا وشرفتنا ونفسنا تيجي هنا تنور القناه تبقى قاعد معانا. ونشوفك افضل وافضل على الشاشه يا ميدو. ربنا يخليك كابتن طاهر، ربنا يخليك يا رب، اتشرفت بيك والف